أما هلا سلمى بننتقل لفقرتنا الأخيرة لليوم، رح نحكي فيها عن موضوع يمكن كثير مهم، كثير منا بحب كثير يعمل أشياء ويكمل فيها لكن يصاب بالتردد والخوف يمكن من تحمل المسؤولية، وهيدا بيأثر على حياته بشكل عام وعلى شخصيته. أكيد نور، ودائما بنسأل أسئلة كثير، كيف ممكن إنه نحن ما نستسلم للأمر الواقع؟ كيف ممكن نشتغل شيء وما نترك الموضوع فقط للظروف وللأحوال ولكل شيء ممكن يصير معنا؟ هذا الشيء كيف ممكن يتحقق؟ طبعا أسئلة كثير وتفاصيل كثير رح يحكينا عنها اليوم ضيفنا الاختصاصي بفقرتنا للصحة النفسية الدكتور حكم دياب، وهو استشاري بالأمراض النفسية. سعد أوقاتك دكتور. يا أهلا وسهلا. أول شيء الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. حدث بسيط؟ لا ما في شيء. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على سلامتك دكتور، أهلا وسهلا فيك. بالبداية خلينا يمكن سؤال بيخطر للكل، شو اللي بيخلي الشخص يمكن يخاف يتحمل مسؤولية أو يتخلى عن شيء بيحبه بسبب هيدا الخوف؟ هلا بصراحة تحمل المسؤولية والخوف منه من فينا نقسمه لقسمين. القسم الوراثي، هدول الناس اللي عندهم سمات اعتمادية أو سمات تجنبية. والقسم الثاني قسم تربوي، البيئات الكثيرة الحماية للطفل أو كثيرة الضغط على الطفل كمان بتسبب خلل بتحمل المسؤولية فيه أو تشوش بتحمل المسؤولية فيه أو ردات فعل انفعالية لا تتوافق مع الموقف الذي تتطلبه المسؤولية. هلأ إذا جينا للقسم الوراثي، السمات الاعتمادية والتجنبية، إذا الشخص هاي دائما سمات وراثية ببعض العائلات، خاصة إذا صار التزاوج بين يعني ضمن العائلة أو ضمن الأقرباء فهي السمات تتعزز. الاعتمادي ما فينه ياخذ قرار من حاله لحاله، لازم يكون في شخص دائما جنبه يعتمد عليه، دائما لازم بخاف إذا ترك لحاله. أبسط القرارات يعني مهما كانت بسيطة، يعني شراية شغلة بسيطة بتسبب له كتير توتر، كتير اضطراب بحياته وبالنواحي الأخرى لحياته. التجنبي شخص يخشى الانتقاد بشكل شديد جدا، يخشى الفشل، هو بحب الناس، بياخذ قرار بس هالقرار دائما بيعيده بذهنه مره ومرتين ثلاثه، بركي فشلت، بركي خسرت، بركي صار هيك، بركي حكوا علي، بركي هذا. وطبعا تحمل المسؤوليه ما بتجي تحمل المسؤوليه من حاله لحاله، بتجي بعد سلسله كثيره من الهزائم والندبات لحتى الشخص ينضج. بنجي للشق الثاني، العائلات اللي بتدلل، خلينا نحكي بالعاميه، كثير اللي بتحيطهم بجدار من الحمايه الشديده للطفل، زيادة كتير عن اللزوم. بتلاقي الطفل ما عاد بس يبدأ بسن المدرسة اضطربت علاقاته الاجتماعية، دائما هو متعود هو مركز الاهتمام، كل طلباته ملبات، ما بيصير ينقل له لا، ما بيصير ينزعج من شيء، بيلاقي جو تاني. هذا الشيء بيسبب له إما انكماش أو ردات فعل غير متوافقة، ردات فعل انفجارية، إن كان بالسلوك أو بالعواطف أو بالكلام أو أحيانا تصل إلى السلوك الجسدي فيه. والجزء الآخر من الخلل التربوي، البيئات القاسية، العائلات اللي تمارس مع الأطفال قسوة شديدة جدا. هذا الطفل كمان بيتحمل مسؤولية بس لكن بيحملها بشكل خطأ، بيمارس نفس العنف غالبا اللي مورس عليه، هو يظن أنه هذا الشيء الطبيعي بالحياة، هذا الشيء التربوي، فبتبدأ بقى بتتكاسر مثل المتوالية الحسابية. يعني عنده كانت لنفرض رقم 5 عند ابنه صارت 7، عند الحفيد صارت 15، هالخلل بالسلوك. طيب هون دكتور خلينا نحكي اليوم الفرق بين الاتكال، بين الخوف وبين التجنب. مثل ما حكيت انت اليوم في كتير اشخاص ممكن يكونوا اتكاليين، انه خلص من نوع انه بيريح راسه، في مين دائما يتكل عليه بالقرارات او يتكل عليه بالشغل، وهذا الشيء بياخده معه، يعني مو بس بالبيت بياخده معه، بيعمله بنشوفه انه هو شخص اتكالي، عنده مهارات بس هو ما بيحب يستخدمها، خلص بيريح راسه بيترك المهمة. في شخص خواف
يعني بخاف ياخذ. خلينا نحكي قد ايه كمان في اشخاص البيئه تلعب دور، مو بس المحيط والاهل والوراثه. طيب خلينا نبدا من الطفوله. هلا بالنسبه للخوف، الخوف هو من المشاعر الاوليه اللي بيولد مع الانسان. بيولد الانسان، كل واحد فينا فيه خوف، مهما كان شفتي عليه قسوه وقوه وهذا، فبتركيبه جزء منه، مثل مو جزء منه المعده والامعاء والدماغ، ولا في جزء منه خوف الانسان. فهذا الخوف في جزء منه ضروري مع الحياة، بده يتأقلم عليه، يمارسه، يغطيه بآليات دفاعية. في جزء منه كمان إذا باضطرابات سلوكية واضطرابات تربوية واضطرابات بيئية بيتفاقم ويتضاعف، بيسيطر على كل باقي العواطف الأخرى الثانية. طيب هذا الخوف ضروري لاكتساب التجارب. بوجود بيئة عائلية وبيئة اجتماعية متزنة وذات ذكاء عاطفي مرتفع، يعني الطفل بده يبدأ يمر بتجارب، بده يمر بحالات من المواجهة مع الآخرين، تبدأ مع المواجهة مع أخوه الصغير، المواجهة مو القتال يعني نحن عم نحكي عليه، يعني رأس الناس بفكروا المواجهة أصغر المواقف، يعني بدها تنحل هالأمور إذا الأب والأم ناضجين خلينا نقول، أو بالتعبير الطبي إذا مرتفعي الذكاء العاطفي، بيطوروا مهارات المواجهة عند هذا الشخص، بيطوروا مهارات حل المشاكل، بالنهاية اسمها المحاكمة الاجتماعية. بس إذا كانت هل حل المشاكل عندهم وقت ما هن أطفال، إما بالقمع، بالخناق، بالصوت العالي، اسكتوا أنتوا ما تعملوا شيء، زعجتونا أو هذا، أو بالحماية المفرطة، يعني هدول النقيضين الطرفين هذا بيسيئوا لتكوين شخصية الطفل، بيطلع شخص إما خواف أو مفرط الانفعال. طيب دكتور أشرت نقطة كثير مهمة، لما نقول إنه الخوف هو بيولد مع الإنسان، لكن هي ردة فعل وتعامل الطفل مع الخوف هي مكتسبة من المحيط والبيئة، بتلعب دور بشكل عام. يعني لما نشوف طفل متردد أو بيخاف بنشوف فعلاً هو انعكاس لأمه أو مرآة لأمه، والعكس صحيح لما نشوفه قوي وجريء كمان بيكون مثلا أبوه أو أمه. اليوم اللي بيكون عنده مشكلة أساسا يعني خوف أو رهاب من المسؤولية، كيف فيني أنا بلش بالعلاج معه؟ يعني هون كانت البيئة بتلعب دور فينا نقول سلبي، بس من خلال الطب ما فينا نقول إنه نحن لا خلص ما عاد في علاج، لا في علاج، يمكن شوي شوي ممكن يطلع من هاي الحالة. هلا إذا وصلنا لمرحلة الاضطراب، يعني وصلنا لمرحلة القلق خلينا نقول عليه، أو أبسط شيء عند الأطفال قلق الانفصال، يعني ما عاد يعرف يدبر أموره بدون ما يكون مقدم الرعاية له الأب أو الأم معه، هذا في له معايير طبية ما بدنا نقعد نفصل فيها مشان ما نصير مخاوف عند هذا. بس الأكثر شيء يشاهد فيه التراجع الدراسي إذا كان بعمر المدرسة، التراجع مع الأقران، تراجع بالتواصل الاجتماعي. بعدين في علامات جسدية له، في بيصير عنده اضطراب النوم، بيصير عنده فزع ليلي، بيصير عنده منعكس الإجفال، يعني بيصير كل شغلة بيهب قلبه، يعني نحن بنقولها بالعامية، بيبدأ يتراجع وزنه، ممكن يصير عنده إفراغ مثاني متكرر رايح جاي على الحمام الولد، بيصير عنده درجة من العزلة، درجة من خلل الانفعال عند الطفل. بس هاي الأمور لتوصل نادر كتير، يعني لما بيوصلوا لهالشي بيكونوا بحاجة لعلاج، والعلاج يعني بيكون العلاج غالبا سلوكي، ما يعني علاج دوائي أو معالجات معقدة أو شيء، وغالبا العلاج رح يركز على الأهل أكثر من الطفل أو البيئة اللي عم يتعرض لها. لا، في كتير أطفال بتصير عندهم ردات فعل منفسرها كخوف واتكالية وهذا، بس بيطلع الطفل لما منشوف العائلة تبعه بيطلع الطفل معنف، عم يتعرض لعنف جسدي، أو الأقصى منه العنف النفسي والتهديد بالعنف. طفل بالذات بالأعمار الخمسة الأولى، يعني نحن كتير عم نركز من الطفل لأنه كل شيء بعدين أساسه الخمس سنوات الأولى. التهديد بالعنف يعني طول الوقت بالنظرات، بالسلوك، بالكلام، بيولد أبشع الاضطرابات النفسية عند الكائن. للأسف عم نشوفها منتشرة بشكل كتير، وببيئاتنا الشرقية يعني يمجد العنف مع بالتربوي وبالقصص.
طيب دكتور حكم، اليوم ونحن عم نحكي عن هذا الموضوع يمكن بنشوف كثير حالات حاليا وبعد الحرب على بلدنا، مثلا عائلة فقدت الأب أو عائلة فقدت الأم أو فقدت الأخ أو هذا له تأثيرات نفسية، وهذا الشيء عم نشوفه على الخوف من أنه الطفل يخرج من المنزل أو أنه يتحمل مسؤولية شيء أو أنه يسافر أو قديش كمان هذا الشيء له أبعاد صرتوا عم تشوفوها حاليا بحالات جديدة صارت موجودة عنا رهاب المسؤولية إذا فينا نقول. هلأ هي من الردود النفسية الشديدة جدا، الردود النفسية القصوى، يعني دائما الاضطرابات النفسية في فرع منها الاضطرابات النفسية الناجمة عن الحرب، عن العنف الغير مسيطر عليه اللي ما له علاقة فيه أو اللي تتعرض له. فهون بدينا بحالة الاضطراب، هون لازم استشارة الأخصائي إن كان اختصاصي نفسي، معالج نفسي أو طبيب نفسي أو أخصائي اجتماعي أو مثلا المرشدة النفسية بالمدرسة. هلأ المدارس عم يهتموا بهالأمور، يعني تلاحظ هالطفل من سلوكياته من ردات فعله بتلاحظ عليه الطفل هذا إذا هي شاطرة وتعبانة على حالها، بتلاحظ الاضطراب السلوكي، بتواصل مع أهله إذا كان في ممكن شيء يتقدم له، غالبا متوفر هذا الشيء الدعم النفسي الاجتماعي فلازم يتقدم له يعني بقدر الإمكان. بس الردود الحربية بتخلف ندبة وندبة قاسية ومؤلمة وبدها تستمر يعني. أكيد بدنا نشكرك دكتور حكم دياب على وجودك معنا، ويمكن أهم نقطة هي لما نعرف انه في مشكله لازم نعترف فيها، لانه اغلب الاهل ما كان عندهم هي الثقافه، بتلاقي بيخبوا وما بيحبوا يحكوا انه طفلهم عنده مشكله، واستشاره الطبيب يمكن بكسب صحه ونفسيه الطفل. شكرا كثير لك. يا اهلا وسهلا.